المسلم يكبر، وهي تكبيرة الإحرام، وكما سبق لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. ولذلك بعض الناس ربما أنه يصلي خلف الإمام فإذا به يستعجل فيكبر قبل الإمام أو مع تكبيرة الإمام، فإن صلاته لا تنعقد. فيجب أن تكون جملة الله أكبر بعد أن ينتهي الإمام من قول الله أكبر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: فإذا كبر فكبروا. وبعض الناس تحصل عنده وسوسة في هذه التكبيرة فيكبر أكثر من مرة، إما لأنه يوسوس بحيث يقول: لم أنوي، النية هي الإرادة، أنت ما جئت إلا للصلاة، هذه هي النية ليست عسيرة. بعضهم يقول: ربما بما أنها تكبيرة الإحرام وهي أعظم ركن، ربما أني لم أتلفظ بأحد حروفها على الوجه الصحيح، وهذا من الوسوسة. فبعضهم يكبر ويكبر ويكبر، وهو لو أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أي موسوس في وضوء في صلاة في أي شيء كما في الصحيحين، ليستعذ بالله ولينتهي، بمعنى لما كبرت تكبيرة الإحرام وأتى وقال إنك لم تنوي، أو أن بعض الحروف لم تنطقها النطق الصحيح، لا تلتفت إليه، ستجد معاناة، سيوسوس لك فيقول: أين صلاتك؟ كيف تقابل ربك؟ كيف تبرئ ذمتك؟ لا تلتفت إلى هذا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولينتهي. مرة، مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات تراغم الشيطان يذهب عنك. وتذكر أنت أيها الموسوس، عافانا الله وإياك، في وضوء أو في صلاة أو في غير ذلك، تذكر أنه ربما تحرم من فضيلة ما يترتب على هذه الصلاة من فضائل، أو ما يترتب على هذا الوضوء من فضائل. ذمتك تبرأ بالصلاة؟ نعم. وضوءك تبرأ به الذمة؟ نعم. لكن تلك الفضائل يخشى ألا تحصل عليها. قال ابن القيم رحمه الله كما في إغاثة اللهفان، يقول رحمه الله: إن قول الله عز وجل إنه لا يحب المعتدين، إذا جمع الحديث سيأتي قوم يعتدون في الطهور، إذا جمع مع ذلك فالله عز وجل لا يحب الاعتداء وإنما يحب العبادة، فوضوء هذا الموسوس ليست عبادة مقبولة. قال رحمه الله: تبرأ ذمته بذلك؟ فيقول: نعم، لكن هل تفتح له أبواب الجنة الثمانية؟ فيقول: لا، لأنه لم يأتي بهذه العبادة على وجهها. إذا تذكرت كلام ابن القيم هنا سيعينك بإذن الله على ترك هذه الوسوسة والمضي في صلاتك دون الالتفات إلى هذا الشيطان.